هذه النشرة برعاية جاستروبول، اس اي موبلر، دينتالي، فيمتو. بسبب الميزانية الجديدة، مكتب العمل يوقف برامج عدة لدعم التوظيف. الهجرة تغلق 5 مكاتب وتسرح موظفين. أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الكومبس لهذا اليوم. مكتب العمل يعلن إيقاف برنامج الخدمة الإضافية أكسترا شانسر قبل نهاية العام الجاري 2018. البرنامج المذكور كان قدمه المكتب لدعم العاطلين عن العمل لفترات طويلة. مدير القسم الصحفي في المكتب باتريك سفينسون قال للتلفزيون السويدي إن الإدارة اتخذت القرار اليوم الأربعاء، والسبب يعود إلى تحقيق وفرات مالية كبيرة بسبب الميزانية الجديدة التي أقرها البرلمان والتي تضمنت خفض مخصصات مكتب العمل. يذكر أن برنامج إكسترا شانستر استفاد منه الكثير من الوافدين الجدد والأشخاص المنخرطين منذ فترة طويلة في برامج العمل والتطوير التابعة لمكتب العمل. هذا ومع إقرار البرلمان السويدي للميزانية الجديدة التي قدمها المحافظون مع الحزب المسيح الديمقراطي وبدعم من سفاريا ديمقراطنا، تأثرت مصلحة الهجرة السويدية بالدعم المقدم لها وقررت إغلاق مكاتبها وأنشطتها بالكامل في 5 مدن حسب تقرير نشرته مجلة بابليكيت العامة. المواقع الخمسة المشمولة تقع في كارلسكرونا، كارلستاد، كيرونا، لندسبيرغ وأسترسوند. كما سيتم وقف العمل أيضا في مباني المصلحة في فيلن، نور شوبينج، يون شوبينج، سوندزفال وأوربرو. من جهتها عبرت رئيسة قسم اتحاد النقابات المهنية في مصلحة الهجرة سانا نوربلاد للمجلة عن أسفها لتوقيت إبلاغ نحو 150 موظفا بالقرار قبل الأعياد، مبدية قلقها بشأن تأثير الميزانية الجديدة على مصلحة العمل في العام 2019، المقصود مصلحة العمل في دائرة الهجرة. أيضا الكثير من القوانين والقرارات التي كانت اتخذتها سابقا حكومة الحمر الخضر ستلغى بناء على الميزانية الجديدة. ما بين هذه القرارات إلغاء الدخول المجاني إلى متاحف الدولة الرئيسية للبالغين، لكن في مقابل ذلك تم زيادة الأموال لدعم المكتبات في ضواحي المدن ذات الغالبية المهاجرة. الميزانية الجديدة ستوقف أيضا بناء 5000 شقة سكنية مخصصة للطلبة، حيث سعت الأحزاب البرجوازية لوقف دعم البناء، وحجتها الرئيسية أن تلك الشقق مكلفة وغير فعالة. بناء على طلب الأحزاب الحصول على المزيد من الوقت لإجراء محادثات جديدة فيما بينها تأجيل التصويت على رئيس جديد للحكومة السويدية إلى ما بعد عطلة الميلاد وعطلة رأس السنة، حسب ما أعلن رئيس البرلمان السويدي أندرياس نورلين في مؤتمر صحفي اليوم. نورلين قال إنه كان يأمل بحل أزمة تشكيل الحكومة قبل الأعياد، موضحا أن أمام البرلمان محاولتين أخيرتين للتصويت على رئيس جديد قبل الذهاب إلى انتخابات تجري خلال 3 أشهر بعد استنفاذ المحاولات الدستورية الأربعة. حسب نورلين أيضا سيتم التصويت المقبل على رئيس جديد للحكومة في 16 من كانون الثاني يناير المقبل، كما سيكون يوم 23 من الشهر نفسه آخر موعد للتصويت الرابع في حال الفشل الثالث في الحصول على ثقة البرلمان. بعد نشر صحيفة داغنز نهيتر تقريرا يتهمه بالحض على الكراهية، استقال عضو البرلمان السويدي عن حزب سفاريا ديمقراطنا يوناس ميلارد من منصبه. بحسب تقرير داغنز نهيتر، فإن ميلارد كان أطلق حسابا على منصات التواصل الاجتماعي على مدار 10 سنوات
نشر فيه كلاما اعتبر مهينا ويحرض على الكراهية تجاه النساء. بيان صحفي صادر عن رئيس المجموعة البرلمانية لحزب سفاريا ديمقراطنا ماتياس كارلسون بيّن أنه ليس من الممكن أن يستمر بيلارد في مواصلة عمله السياسي بشكل بناء، مضيفا أن بعض التهم الموجهة إليه مزورة. من جهته عبر ميلارد عن أسفه قائلا: بالطبع أنا نادم على أفعالي السابقة. غالبية السويديين يؤيدون انتهاج سياسة صارمة لاستقبال عدد أقل من اللاجئين حسب نتائج استطلاع جديد للرأي أجراه معهد سيفو لصالح صحيفة سفينسكا داغ بلادت. مؤيدو حزب سفاريا ديمقراطنا تصدروا قائمة المطالبين بتجديد سياسة الهجرة واللجوء، حيث عبر 98 منهم عن رغبتهم بفرض قيود صارمة على الهجرة واللجوء. تلاهم ناخبو الحزب المسيحي الديمقراطي بنسبة 84%، ثم مناصري حزب المحافظين بنسبة 74%. الملفت للنظر أن نسبة المؤيدين لتجديد سياسة اللجوء لدى الحزب الاشتراكي الديمقراطي ارتفعت إلى 33%، فيما أجابت نسبة 18% بلا أعلم و 12% فقط أيد استقبال المزيد من اللاجئين. أما حزب الوسط فقد بلغت نسبة الرافضين 53% ولتصل عند الليبراليين إلى 43%. والآن إلى درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة ونهار الغد. بهذا تنتهي نشرة الكومبس لهذا اليوم. أشكر لكم حسن المتابعة ودائما كل التحية مني ومن فريق العمل. إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية جيستشبول، اس اي موبلر، دينتالي، فيمتو.